كثيرة هي المتغيرات والأحداث التي حفل بها المشهد بمحافظة حضرموت خلال العام 2018، إلا أن أبرزها تلك التي ارتبطت بالمشهدين الأمني والعسكري. ففي فبراير الماضي أعلنت المنطقة العسكرية الثانية إطلاق عملية الفيصل العسكرية ضد أهم مواقع تنظيم القاعدة في المنطقة الغربية والسيطرة على المداخل المؤدية للساحل الجنوبي. تلتها عملية الجبال السود التي انطلقت في إبريل الماضي لتوسعة الانتشار العمليات للجيش في الهضبة الوسطى والمناطق الشمالية الغربية، خصوصا بعد تنفيذ التنظيم عملية قتل راح ضحيتها 9 من أفراد الجيش في منطقة وادي حجر. ثم انطلقت في أواخر نوفمبر المنصرم عملية القبضة الحديدية لاستكمال بسط وسيطرة الجيش على المرتفعات الغربية وملاحقة ما قيل إنه آخر تواجد لمسلحي تنظيم القاعدة في تلك المناطق. العام 2018 تمت عدة مهام بما يخص التوسع العملياتي للمنطقة العسكرية الثانية، وذلك من خلال عمليات ممنهجة ومبرمجة أساساً على خطة استراتيجية هامة. السواحل البحرية للمحافظة الأكبر مساحة في البلاد كانت مسرحاً لحدث شكل علامة بارزة في مسار استعادة الشرعية اليمنية لمسؤولياتها السيادية، بإعلان التحالف العربي مؤخراً إسناد مهمة تأمين تلك السواحل لقوات خفر السواحل اليمنية، بعد أن تم دعمها وتأهيلها للقيام بتلك المهمة بدلاً عنه. استلام مصلحة خفر السواحل اليمنية يعد إنجازاً كبيراً، هي مرحلة من المراحل السابقة قد بدأت في محافظة المهرة وستليها مراحل أخرى في قطاع البحر العربي، هي كإنشاء مصلحة خفر السواحل قطاع البحر العربي يضم محافظة حضرموت، المهرة، سقطرة، أشبوة، ونحن الآن في على توسع كامل لاستكمال السواحل اليمنية لحد من المجموعات الإفريقية التي تنزل السواحل اليمنية، ومنها عملية تهريب السلاح والمخدرات وكثير من المشاكل، الاصطياد الغير قانوني، أشياء كثيرة. أما وادي حضرموت وصحراؤها فلم يتغير من حال الأمر شيئا، فلا تزال دوامة الدم والانفلات الأمني والاغتيالات الممنهجة هي ما تتصدر ومنذ سنوات عناوين الأنباء الواردة من هنا، حتى بات القتل والخطف والنهب والسلب جزء من تفاصيل يوميات المشهد بالوادي، أو هكذا أريد له أن يكون. على الرغم من الإنجازات التي تحققت في الصعيدين الأمني والعسكري في مناطق الساحل خلال العام 2018، إلا أن التهديدات والمخاطر لا تزال حاضرة، ولعل هجوم الشحر الإرهابي الأخير خير إثبات على ذلك. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.